الباشا وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم النيل اليوم. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن التعداد السكاني والزيادة السكانية وتأثيرها على المجتمع. بس قبل ما نبدأ خلوني الأول أرحب بزميلتي سندس. أهلا بيكي. أهلا بيكي أسماء، برحب بيكي طبعا وبالسادة المشاهدين. وأول حاجة حابين نفضح بيها موضوعنا النهاردة، احنا ليه بنعمل تعداد سكاني كل 10 سنين وايه هي أهمية التعداد السكاني في حياتنا؟ طبعا التعداد السكاني مهم لأسباب كتير، منها ان الدولة بتعمل احصائيات وبتجمع معلومات مفصله عن السكان بتوعها، والاحصائيات والمعلومات دي بتساعدنا في اتخاذ قرارات مستقبليه وبنزود بيها التخطيط للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في الدوله. مش بس كده، ده كمان بتساعد الدوله على انها توزع الاموال الحكوميه بشكل افضل، وكمان ان هي توزع الخدمات زي الصحه والتعليم على سكان الدوله. احنا كمان من خلاله بنقدر نتعرف على نسبه معدلات البطاله وصلت عندنا لكام، وهل نسبه الاميه عندي في الدوله مرتفعه ولا لا، وده كمان بيوفر بيانات واحصائيات بنحللها ومن خلالها بنقدر نقيم التغيرات اللي حصلت عندنا في البلد اخر فتره. صح يا سندس، وكمان ده بيساعد القطاع الخاص على ان هو يتخذ القرارات وسرعه الاستراتيجيات المستقبليه للاستمرار. لو جينا شفنا مع بعض ان احنا عملنا تعداد سكاني في اخر كام سنه وجينا حسبناه، لقينا عدد السكان في 2006 كان عامل 72.8 مليون، رجعنا عملناه في 2017 ولقيناه وصل ل 94.8 مليون، رجعنا تاني عملناه في اخر مره في اول 2024 لقينا وصل ل 105.9 مليون. جت اكدت الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ان لو فضلت الزياده دي مستمره هيوصل عدد سكان الدوله ل 121 مليون نسمه في 2032، ده في حاله لو انا ما قدرتش اسيطر على الزياده السكانيه. ما انت ازاي هتوفر الملبس والمسكن من غير ما تعرف عدد السكان ازاي؟ احنا بنتكلم طبعا في الاساسيات الاول، ازاي هنعرف كل ده من غير ما نعرف عدد سكاننا قد ايه ومحتاجين ايه بالظبط؟ يعني مثلا لو قلنا على سبيل المثال كده ان احنا عندنا بيت والبيت ده فيه 7 اشخاص، ست البيت عملت اكل يكفي 4 افراد بس وحطت الاكل قدامهم، من وجهة نظرك هل الاكل هيكفي؟ لا طبعا مش هيكفي. ده برضو زيه عندنا زي الدولة، هي ست البيت هنا ما حسبتش الكمية اللي هي محتاجاها، والدولة عندنا لو ما كانتش عملت تعداد سكاني 2024 كانت هتتوفر احتياجات 94 مليون مواطن بس، وال 12 مليون الباقيين كانش هيتبقى لهم اي حاجة. وهنا ننتقل لنقطة مهمة، ان التعداد السكاني عندي مهم كمان في الامن الغذائي، يعني انا لو ما عملتش تعداد سكاني وقارنت السكان اللي عندي بالامن بالغذاء المتوفر عندي فانا مش هقدر اوفر. هل انا هعرف عندي زراعه محتاجها قد ايه سنويا؟ هل المحاصيل اللي عندي متوفره ولا لا؟ هل انا محتاجه استورد ولا لا؟ هل هقدر اوفر لحوم ومنتجات البان للسكان اللي عندي ولا لا؟ ده كمان يا سندس المصانع اللي بتطلع لنا الهدوم دي مش محتاجين يعرفوا عدد السكان قد ايه عشان يقدروا يوفروا ملابس بشكل كافي للمواطنين، كمان ان هم لازم بيسدوا احتياجات المواطنين. وكمان المصانع دي انا شايفاها ان هي ليها فايده كمان، ان هي بتساعد الناس ان هي تشتغل فبتقضي على البطاله، فبالتالي ان احنا بنبدا نشغل ناس وكمان بنسد احتياجات المواطنين. بس انا الزياده السكانيه عندي تسببت في حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدوله، وده كان سبب في انتشار الجرائم وتفشي بطالة وقلة فرص عمل، ده غير ان في حاجة ان الناس اصلا الدخل بتاعها بيحتاج ان هو يزداد، وصد ده انا عندي زيادة في الاستهلاك والانفاق في الدولة. على الجانب التاني بقى قصاد كل ده بنلاقي كمان ان نسبة الاجور بتنقص قوي وانعدام كمان في دخل الفرد، ده كمان بيؤدي لصعوبة رعاية الابناء، وكمان بنلاقي ان هو انخفض مستوى المعيشة ومخاطر استمرار النمو السكاني على الافراد والاسر، فبيؤدي كل ده لصعوبه ان احنا نوصل للخدمات اللي بيحتاجها الفرد بسهوله، وطبعا ده بيساعد على البطاله وده طبعا بيؤدي لظهور الهجره. والهجره عندي بترتبط ارتباط وثيق جدا بزياده السكان، لان الشباب اللي مش هتلاقي فرصه عمل في بلدها هتبدا تدور عليها بره. كمان ده من المشاكل اللي بتواجهنا اللي هي اثرت عليها الزياده السكانيه مشاكل البيئه، دي بقى بنسميها المشاكل النوعيه الضاغطه زي الازدحام، التلوث، الضوضاء، كل دي مشاكل بتؤدي لمشاكل تانية خالص صحيه سلوكيه اجتماعيه للاخر من المشكلات. انا كمان يا اسماء اخدت بالي ان كل ما الزياده السكانيه عندي بتزيد انا بيحصل عندي نزوح ريفي وبتنتشر احياء عشوائيه في المدن، لان في مشكله بتواجه اهلنا في الارياف ان مفيش مستشفيات متوفره زي مستشفيات الاطفال او مستشفيات السرطان او مباني حكوميه بشكل كافي، فالاهل في الريف بيضطروا ان هم يجوا على المدن بيدوروا على علاج ليهم، بيدوروا على علاج على ابنائهم. ده كمان بيعمل ظاهره ازدحام وتكدس للسكان في المدن. انا الظاهره دي عندي اصلا بتعمل مشاكل كتيره جدا، العشوائيات بتظهر بطريقه مش طبيعيه، وكمان بلاقي ناس كتير في الشارع قدام مستشفى او مبنى حكومي اللي بيدور على علاج واللي بيدور على ورق، ف
فانا شايفه من وجهه نظري ان احنا لازم نتخلص من المشكله دي ونلاقي لها حل. ابسط حاجه ان احنا نعمل مستشفى كبيره تكون قريبه من القرى الريفيه دي، بكده هو مش هيحتاج ان هو يجي المدينه عشان يتعالج، وبالعكس هو هيفضل مكانه وظاهره التكدس عندي هتنتهي. ده كمان الشباب اللي من الارياف اللي ما بيلاقوش شغل عندهم، فبيضطروا ان هم ينزلوا المدن ويبداوا يدوروا على فرص عمل ويدوروا على حياه افضل، وده برضو بيبقى من اسباب التكدس السكاني عندي في المدن. ده غير ان انا اصلا في الارياف بمناسبة الكلام عنها يعني نسبة المواليد مرتفعة جدا. ده حله بقى ان احنا هنعمل حملات توعية في الارياف عن التوقف في كثرة الانجاب، لان الاهل هنا بيشوفوا ان كثرة الانجاب او كثرة الابناء دي عزوة بالنسبة لهم، لا هم كمان ما شالوش هم بعد كده هيصرفوا عليهم منين، هيأكلوهم منين، هيعلموهم منين اذا كان هم اصلا لو اتعلموا في الارياف. فاحنا لازم نعمل حملات توعية لدوت. كمان انا عندي الواحد من دول بيلاقي ان هو متجوز واحده واثنين وثلاثه ومخلف من كل واحده يجي ثلاثه، فكل ده بيعمل لي مشاكل في الزياده السكانيه بشكل غير طبيعي. انا كمان الزياده السكانيه عندي عملت اختلال في التوازن بين الانتاج والاستهلاك في الدوله، ده كمان المشكله بتاثر عندي على ارتفاع الاسعار، نقص الميه، وكمان نقص مصادر الطاقه، يعني زي مشكله كده قطع الكهرباء كل يوم تخفيفا للاحمال، ودي مشكلة عملت ضجة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت ولسه مستمرة معانا. بالظبط كده. دكتور ماهر عزيز خبير الطاقة المتجددة قال ان كل ما هزود عدد السكان كل ما هزود احتياجاتي للطاقة، وكده احنا كدولة مضطرين ان احنا نبحث عن مصادر طاقة جديدة ومتنوعة بأسرع وقت ممكن عشان نقدر نكفي احتياجات السكان دي كلها. وهو قال كمان ان ده هيكون مؤشر لزيادة الاستثمارات في قطاع التوليد الكهربي، وان انا هضطر ان انا اوفر محطات جديدة فوق ضغط الدولة عشان اقدر اوفر الطاقة للعدد ده من المواطنين، وده هيمثل ضغط كبير جدا عندي على القطاع وهيخليني اخش في التزامات شديدة. نتنقل بقى لأهم الفقرات عندي في الحلقة، وهي أني عايزة أقول لكم أن الزيادة السكانية عندي ليها طريقين. الطريقة الأولى نشوفها بسلبياتها زي ما قلنا ازدحام ضوضاء تلوث، لإلا نشوفها بالطريقة التانية إيجابية زي كده ما الصين والهند بيعملوا، يعني هم بيعانوا من زيادة سكانية هائلة بس هم بيقدروا يستفادوا منها ويحولوها لحاجة إيجابية، يعني إن هم بيبدأوا يشغلوا الناس اللي عندهم، بيبدأوا يستفادوا منهم، بينموا الدولة عندهم بزيادة السكان دي. إحنا فيها إيه لو إحنا برضو شغلنا الناس اللي عندنا ونشغل الشباب اللي بتهاجر بره، ما بدل ما الدول اللي بره بتستفاد منهم نبدأ إن إحنا نستفاد منهم. وكمان الشباب اللي قاعدة على القهاوي مش لاقيين حاجة يعملوها طول الليل وطول النهار نبدا ان احنا نعمل لهم مصانع يشتغلوا فيها، وبكده ان احنا هنبدا نعالج مشكله الزياده السكانيه. لا قصدي هنا ان انت عايزه تعملي ان المشكله السكانيه عندي بدل ما هي مشكله واقفه قصاد الدوله بالعكس هي هتكون سبب في تنميتها. بالظبط كده. بس مش معنى كده يا سندس ان انا هبدا افضل برضو مستمر في الزياده السكانيه دي او ان احنا نستنى على نفسنا لحد ما نكون في اعداد الصين والهند، احنا نعمل حمله لتنظيم الاسره وتوعيتها ونتعامل مع المشكله الحاليه ان احنا نستفيد منها على قد ما نقدر. ويا ريت كمان يا اسماء ما ننساش ان الزياده السكانيه عندي اثرت على البيوت وبسببها حصلت حالات طلاق كتير جدا، بسبب في ناس كتير بيعانوا من نقص الموارد وقله العمل، وده عندي بيؤدي بالاسره لاعباء ماليه، ساعات الزوجه بتضطر ان هي تنزل تشتغل، وكمان ظهرت عندي عماله الاطفال، ده بيعمل مشاكل كبير قوي، في ديون بتتراكم على الاسره، الزوج مش قادر يسددها في ميعادها، فهنا الزوجه بتبدا ان هي تطلب الطلاق. واكتر ناس متضرره عندي في الحالات دي بيكونوا الاطفال، لان هما بيتبهدلوا وفي جزء كبير منهم بيتشرد بسبب ان الاب والام مبهدلين بعضهم في المحاكم اصلا ومحدش شايل هم الاطفال. احنا طبعا اتكلمنا عن السلبيات عندنا، وعايزين بقى نتكلم في جهود الدوله بتاعتنا واللي هي عملته عشان نقدر نحل المشاكل دي. طبعا الدوله بتحاول ان هي تبني مصانع وشركات عشان يقدر الشباب يشتغل فيها، بس انا عندي تعليق صغير هنا ان احنا نبدا نهتم شويه بالمحافظات او القرى الريفيه على قد ما نقدر، بحيث ان احنا نقدر نبني في كل قرى على الاقل مستشفى للاطفال او مستشفى لمرضى السرطان، بحيث ان الناس اللي بتتعالج ما تضطرش ان هي تيجي المدن عشان تشوف علاج مناسب ليها، او ان هي تيجي تشوف اوراق حكوميه ليها، او كمان ان احنا الشباب يجي يشتغل في المدن ويسيب القرى عنده، فده هيساعدنا في ان احنا نحل مشكله الزياده السكانيه. كمان احنا نهتم بالتعليم خصوصا في الارياف، وكمان ننشر حملات توعيه لتنظيم النسل، ونعمل نهتم بالتشييد والمباني زي حياه كريمه اللي الرئيس عملها من قيمه سنتين لما بنى 3300 مسكن. تمام، وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، ونلقاكم في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.